ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. نعمل الفري ستايل؟ نعمل الفري ستايل. دونك هذا روحك تحب واقف ولا تحب قاعد؟ لا يعني قاعد سبا جاوك به. حقني الفري ستايل عملته قبل السؤالات هذوما. مش هادش بين بداو مراد. مراد يلا فري ستايل سنفور مزيكا فان قوي شوية من غادي يا جي في وقتها شوف اللقطة تحب اللوتة ولا طويلة ولا سقطة ما عادش نبتة طلع في الهبتة حبي اللولة مما عند التالي سختة الورقة خنقتها ثنية حرقتها الهوت كرهتني وقت النوم ما أنا سبقتها الدنيا ومقتها الكتيبة فلقتها هيت تريفة ما فهمتني كنك شبقتها حيو جيفة مخي فهمني كنك ترقة زربة خفيفة وطوى قولي شكون لي تبقى القلوب ضعيفة مش شلالك يا أحمد سقة تخلص تعريفة في المزفة هيت الشقة القلب مرض عنده مدة زي الدقة انت يا تنين ما كش بقى انت يا تنين رجل حقه فرحوا بيه رجاله ما كينقه حرب حمره لغه مجمره تسمع كان جيب معاك تمره ما نحبش حشيش ولا خمره هنا نعيش وين فم عبد مزمره لعبد مدمره لعبد مقمره حومه وين الساق فوق الجمره نحنا اللي الفوق وين القمره نحنا اللي العبد علينا معمره حومه موارته بوليس بوشالته ويا ما الناس مشت في غلطه الوجوه مشلته قلوب وجلته قدر عبيد مخلطة وين المافيا لعبيد غافلة زملي في الحفلة انا جوان جون قافلة شكون لي قال قلق قافلة بدت الحفلة منين باش نبدا غابة ولا ذيوبة تعيش اللبدة في راسي خبتة مالا ربتة شحر كل مليح فعادي جبدة ما تشوفنيش خاطر مانيش نقص لهوة مرتيش خاطر تونس مش مصفحة ما نبكيش ما عنديش فيها شهوة ضربتين ما نطولش تير النفحة نزيدك صفحة حومة ملحفة تدخل بعضك تزيد تحفة تونس كيف العروسة فوق الجحفة نحبك ليه خاطر مشاعر مقحفة انتي اللي تجيب بلاي ياسر لهفة وفي الخير غدي سرقة ونهبة علي الوجيعة ما حبش تهفة انتي زيد استنى تو يعطوك المهبة مانيش عارف وقت بدني باش يصفى كان عندك الحل عطيني وصفة بنينا فيها الريحة الدنيا بصلة وما تعرفش عليها غدوة اخر غسلة ما تعرفش عليهاش المخاخ مفصلة هي تخلي نموت عطيني مثلا الكلام مش عليك بيك موصلة خاطر انتي ماكش عايش فيها اصلا يا اي اي 7-0-5-0 اي بيلي بيل ايدي زحيم اي كلاش لشكون هذي؟ لحتى واحد خوي للدنيا قول الحقيقة علاش؟ لي للدنيا فمينش كلاش تشوف فيه كلاش انت ستة الزرارق فما ستة الزرارق انا فما برشا زرارق بالطبيعة دونك كان ما يعودش فيه زرارق ماهوش فري ستايل ماهوش فري ماكش حر يعني ماكش حر